مساء الخير يا جميع طلبة وطالبات. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس الحيوانات باللغة الألمانية دي تيري. في البداية برحب بيكم، معاكم هير محمد أنور من قناة الصديق مستر محمد على اليوتيوب. أتمنى لكم الأول عيد سعيد، عيد مبارك إن شاء الله. وبفكركم اللي مش مشترك في قناة الصديق مستر محمد ياريت يشترك، واللي مش مفعل الجرس على العام ياريت يفعل الجرس على العام، وهيوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساش تتفاعل معايا عن طريق انك تكتب كومنت ونتفاعل مع بعض. في اثناء الاجازة هناخد درس دي تيري يعني الحيوانات. احنا عارفين الكلمات في اللغة الالمانية بتنقسم الى مذكر دير ويسبقها الاداة دير، محايد الاداة داز، المؤنث الاداة دي دير تيجر، دير لوفي، دير افلين، دير اليفانت، دير فال، دير هازي، دير هوند، دير فيش. نقولهم تاني كده بالمعنى. دير تيجر معروفة من اللغة الإنجليزية، اللي تايجر يعني نمر. تمام. لوفي، لوفي، آفي، إرد، إليفانت، إليفانت، فيل، فال، حوت، هازي، أرنب، هوند، كلب، فيش، سمك. داز شاف، خروف، فير، حصان، جواين، خنزير، ره، غزالة، كروكوديل، تمساح، كامل، جمل، دي فلانجي، ثعبان، ماوس، فأر، جيراف، زرافة، بيني، نحلة، قاتي، قطة، بابغاي، بغبغان، راتي، فأر كبير، كروك. تاني دي شلانجي، ثعبان، ماوس، فأر، جراف، زرافة، بيني، دب، قادزي، قط، بابغاي، بغبغان، راتي، فأر، الكل هو الدب. ركز يا سيف، او ما بينش انا البنت. عايز تبن؟ لا، بتسمعين صوته ومش عايز يبن. انا لازم ابن هو. لا شاهدين، سلام. حلبين ولا لا؟ لا والله ما في. هو حلب. سلام. مساء الخير يا جميع طلبه وطالبات. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن درس الحيوانات باللغه الالمانيه دي تيري. في البدايه برحب بيكم، معاكم هير محمد انور من قناه الصديق مستر محمد على اليوتيوب. اتمنى لكم الاول عيد سعيد، عيد مبارك ان شاء الله. وبفكركم اللي مش مشترك في قناه الصديق مستر محمد ياريت يشترك، واللي مش مفعل الجرس على العام ياريت يفعل الجرس على العام، وهيوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساش تتفاعل معايا عن طريق انك تكتب كومنت ونتفاعل مع بعض. في اثناء الاجازه هناخد درس دي تيري يعني الحيوانات. احنا عارفين الكلمات في اللغة الألمانية بتنقسم إلى مذكر دير ويسبقها الأداة دير، محايد الأداة داز، المؤنث الأداة دي دير تيجر، دير لوفي، دير أفلين، دير إليفان، دير فال، دير هازي، دير هوند، دير فيش. نقولهم تاني كده بالمعنى. دير تيجر معروفة من اللغة الإنجليزية، اللي تايجر يعني نمر. تمام. لوفي، لوفي، آفي، إرد، إليفانت، إليفانت، فيل، فال، حوت، هازي، أرنب، هوند، كلب، فيش، سمك. داز شاف، خروف، فير، حصان، جواين، خنزير، ره، غزالة، كروكوديل، تمساح، كامل، جمل، دي فلانجي، ثعبان، ماوس، فأر، جيراف، زرافة، بيني، نحلة، قاتي، قطة، بابغاي، بغبغان، راتي، فأر كبير، كروك.
تاني دي شلانجي ثعبان ماوس فأر جرافي زرافة بيني دب قادزي قط بابي باباغاي بابغان راتي فأر الكل هو الدب. ركز يا سيف. او ما بينش انا البنت. عايز تبن؟ لا. بتسمعين صوته ومش عايز يبن. انا اللي عايز ابن. هو لا. شاهدين؟ سلام. هتبن ولا لا؟ لا والله ما فيه. هو حلق. سلام. مساء الخير يا جماعة طلبات طلبات. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن درس الحيوانات باللغة الألمانية دي تيري. في البداية برحب بيكم، معاكم هير محمد أنور من قناة الصديق مستر محمد على اليوتيوب. أتمنى لكم الأول عيد سعيد، عيد مبارك إن شاء الله. وبفكركم اللي مش مشترك في قناة الصديق مستر محمد ياريت يشترك، واللي مش مفعل الجرس على العام ياريت يفعل الجرس على العام، وهيوصلكم كل جديد ان شاء الله. وما تنساش تتفاعل معايا عن طريق انك تكتب كومنت ونتفاعل مع بعض. في اثناء الاجازه هناخد درس دي تيري يعني الحيوانات. احنا عارفين الكلمات في اللغه الالمانيه بتنقسم الى مذكر دير ويسبقها الاداه دير، محايد الاداه داز، المؤنث الاداه دي دير تيجر، دير لوفي، دير افلين، دير اليفانت، دير فالو، دير هازي، دير هوند، دير فيش. نقولهم تاني كده بالمعنى. دير تيجر معروفة من اللغة الإنجليزية، اللي تايجر يعني نمر. تمام. لوفي لوفي افي قرد، اليفانت اليفانت، فيل، فال، حوت، هازي ارنب، هوند كلب، فيش سمك، داز شاف خروف، فير حصان، جواين خنزير، ره غزالة، كروكوديل تمساح، كامل جمل، دي شلانجي ثعبان ماوس فأر جيرافي زرافة بيني نحلة قاطي قطة باباغاي بغبغان راطي فأر كبير. كروك تاني دي شلانجي ثعبان ماوس فأر جرافي زرافة بيني دب قادزي قط بابي باباغاي بغبغان راتي فأر الكل هو الدب. ركز يا سيف. او ما بينش انا البنت. عايز تبن؟ لا. بتسمعين صوته ومش عايز يبن. انا اللي عايز ابن. هو لا. شاهدين؟ سلام. هتبان ولا لا؟ لا والله ما فيه. هو حلق. سلام.